معلومة أخرى، في الماضي تعرض الحيوان السري للصيد ولسبب محدد. جاموس كي تعرض للصيد بسبب قرونه الرائعة الثمينة. يعيش جاموس كي في قطعان، وعندما يتعرض للهجوم يرد جميع افراد القطيع بالهجوم بدلا من ترك كل فرد للدفاع عن نفسه بنفسه. واذا حدث وان تعرض احدها للهجوم فان كل ما سيفعله هو اطلاق الصرخات. رغم ضخامة حجمه يستطيع جاموس كي الجري بسرعة كبيرة.